أول حاجة أنا يحصل لي شرف باش نكون على رأس المنتخب الأولمبي. أهم من هذايا معناتها هو ساعة النجاح معناتها، والإنسان إن شاء الله ربي يقدره ويعطينا فرصة باش معناتها نحقق معناتها حاجة مع المجموعة اللي موجودة توا، سواء من إداريين معناتها من الاتحاد على رأسهم معناتها حضرة الشيخ، ولا المجموعة اللاعبين اللي حضروها معناتها يمكن من سنة ولا من سنتين ولا حاجة. المهم هو تحقيق نتيجة ونجاح، هذا أهم حاجة.